اعتصام نتيجة لتدهور صحة الأسير ناصر أبو حميد. في البداية، هل هنالك معلومات عن صحته وحالته الصحية؟ نعم، حسب التقارير الأخيرة المؤسسات الرسمية فإن ناصر أبو حميد يعاني وضع صعب للغاية، وهو فعليا إنجاز التعبير في المراحل الأخيرة ربما من حياته حسب كل التقارير. لكن هنا يعني نلحظ بأن هناك وقفة نظمت في وسط مدينة رام الله من قبل أعضاء من اللجنة المركزية، من قبل رئيس نادي الأسير، من قبل أيضا شخصيات مختلفة من أعضاء اللجنة المركزية. لكن هنا نتحدث مع السيدة أم ناصر أبو حميد والدة الأسير. بدي أسأل آخر الأخبار اللي بتوصلكم عن وضع ناصر، إيش؟ والله آخر الأخبار زي ما أنتوا سمعتوا، صار معاه التهاب حاد في الرئة ووجع كتير كتير. يعني بيحكي المحامي طول الليل منام ناصر بتوجع وبصرخ، حتى اللي في الأقسام بسمع صوت ناصر وهو بتألم، لأنه بس ناصر ما بحب حدا يسمعه، بس من كتر الوجع إنه بتألم كتير كتير. وتفاجأنا أنا مديونه على هتل شمير، ما بنعرف ايش عملوا ايش او لحد الان ما حد زار ولا بنعرف عنه اي شيء. ناصر يصارع الموت فعليا، هناك خشيه فعليا انه يعني يستشهد؟ انا طبعا خايفين على حياته لناصر، بس الحمد لله ناصر قوي وقدرته على التحمل وعلى الالم كثير كثير منيح. وطبعا احنا بنحكي بس ربنا سبحانه وتعالى بيحيي العظام وهي رميم، وانا استودعت لرب العالمين باذن الله احسان ام راح يطلع ناصر متعافى رغم كل المحتل الغاصب، راح يكسر أنفه ويطلع محرر إن شاء الله.